السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أيها الكرام الفضلاء، أحييكم تحية طيبة مباركة. فإخواني، العنوان هذه الحلقة إن شاء الله يعني التورط اللي تورطوا فيها أخوتنا المغاربة يعني في بيت الله الحرام. نعم، ولهذا بغينا نوضحوا ونبينوا ونتكلموا الحقنا. نعم، وكيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير وكفى إليه. نعم يا أحباب، واليوم في هذا الزمن هذا السفهاء أصبحوا يترترون بلا علم بلا دراية، نعوذ بالله. نعم يا أحباب، ولهذا يعني يا أخواني رانتم شاهدتوا واحد، نعم واحد السفيه واحد السفيهة، هادو جوج يعني تدخلوا في مسألة ديال الحج. خوتنا المغاربة في الحج ما تعملوش معاهم كذا ما كذا، واخا مزيان ما تعملوش معاهم، مزيان تكلمتي مزيان، ولكن هذوك السفهاء اش قالوا يا إخواني؟ قال لك يا أخي الكريم، قال لك بلا ما تمشي للحج، قال لك الله تعالى يعطيك الأجر، قال لك يعني ورا الحج ركن وركن من أركان الإسلام الخمسة. وهذا الحماق، هذا العجب. شو الناس كيضلوا الناس على الطريق، وهنا كيتحقق قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هاد الناس هادو نعوذ بالله منهم يا إخواني، كيضلوا الناس عن الطريق ديال الصواب. والله عز وجل قال في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا سلام يا سلام، هذا كلام ربي يا أيها السفيه اللي كتقول نعملوا المقاطعة على الحج. يا لطيف شنو قال؟ وشنو النية ديالك زعما؟ واش باغي تضحك الناس؟ ها يا أخي الحبيب، اسمع جيدا، والله العظيم إني لك ناصح أمين. هنتكلم على خوتنا يعني اللي تورطوا في الحج، هنتكلم حتى أنا ندخل بما أنا مغربي وخوتنا مغاربة مشاو يعني حجوا بيت الله الحرام وما تعاملوش معهم، حتى هنا هنتكلموا. ولكن باش تقول يا أخي، تقول الناس ما تمشيوش للحج، تبا لك. نعم، وأعيدها، تبا لك يا أخي المشاهد. اسمع، الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور قريناه في المطالعة وما خلينا في قريناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج. نعم، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، يعني في رواية أخرى: وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فيا أخي المسلم، فيا أخي الكريم، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. أنعاود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. هكذا جاء في الحديث، والحديث رواه الشيخان، الحديث متفق عليه يا أحباب. ويجب على المسلم يا إخواني يعني المستطيع المبادرة إلى الحج حتى لا يؤتم،
الذي يعني اللي عنده الفرصة وعنده المال يعني له سعة من المال والله فتح له وما مشاش الحج، هذا راه آثم يا أيها الكرام. أنا أعوذ بالله يا أخي يا أخي، كما جاء في الحديث، والحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني وكثير من العلماء، حجوا قبل أن لا تحجوا، وحنا كنشاهدوا هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، هذا الحديث عند إمام أحمد. نعم يا أحباب، ولهذا يا أحبابي أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. نعم يا أيها الكرام، الإنسان ما يبخلش، الحج فريضة، الحج الله عز وجل أمرنا به، من كان له مال يبلغه حج بيت الله يعني خصو يمشي حج، وهنا كيتحقق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. عندك يا أخي الكريم توفرت لك الفرصة سير حج بيت الله الحرام. يا أخي المشاهد عندك تسمع الكلام ديال السفهاء، دابا نعملوا نقطة ونهودوا السطر. قال لك سيدي خوتنا المغاربة مشاو يحجوا ما وفروا لهمش ما يعني كاع ما وفروا لهم المكان وتكرفصوا عليهم كذا ما كذا. واخا ورسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة اللي قال في حق ربي جل في علاه يا أيها الفضلاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله الأسوة الحسنة القمة. نعم وعلينا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا أهل العلم، نتبع رسول الله في الصغيرة والكبيرة كيف ما كنلقاو في الطرقات، قال لك هذه البلاكة هذه الطريق الصغيرة في الكبيرة، كذلك هو المثال يا أخي. عندك ما تتبعش الحياة المقبولة والعبادة المقبولة، الحياة المرضية هي يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، ومن سنن الأنبياء حج بيت الله الحرام. نعم فيا أخي الكريم ولو خطنا المغاربة مشاو يحجوا بيت الله الحرام وقع شي مشكل والدنيا هانية، احنا نوضو قربالة. والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الفترة ديال الدعوة ديالو، يا إخواني في الفترة ديال الدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاب لك تلقاوه بالحليب والتمار ولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي ضحى من أجل هذا الدين المبارك. يا اللي صبحتي كتقول الناس كتقول لهم ما تمشوش للحج، اجلسها في الدار ديالك والله تعالى يعطيك الاجر. ايها ايها العلماء يا اصلي الله يغفر لنا ولك الشريف، اتق الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم القصه ديال الطائف، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لقى يا اخواني عقبات في تبليغ هذا الدين المبارك. نعم يا احبابي ولدي يا اخواني الكرام، المؤمن المسلم كيكون مطور كيكون كيس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأماني. سأل الله تعالى يا إخواني يعني يرزقنا شي حجة إن شاء الله. يا ربي يا ربي ترزق كل المسلمين حجة مبرورة يا الله، تقبل الله كل حجاج والإنسان يا إخواني يعني فهمت يبقوش حاضين ها السلبيات وها مشاو تما وهكذا ما كذا. الله يهديكم. ولو ذلك الناس يعني قصروا في حق خوتنا المغاربة معليش ماشي مشكل، كما يقال متى رأيت مسلما لا ينكب. نعطيو المثال وبالمثال كيتضح المقال وبين نختم. كاين بعد إنسان مسكين كيعمل عرس، أعمل عرس يعني وعمل لك الشيء اللي عليه، إيوا في الآخر تحاشم مع داك اللي جاو عنده، إيوا أنت غادي الحج علاش غادي؟ وراه أول حاجة بعدا خصك تخلص النية لله. ربي العالمين يقول في محكم كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم يا أخي المسلم خلص النية ديالك كل شيء لله، جات شي تكرفصة لوجه الله، جات شي وكنا بعد الصالحين أعزكم الله يا إخواني وكيمزقوا عليهم في وجههم كيمسحوها ويقولوا الحمد لله رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني كما قلت لكم سابقا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضربوه القوم ديالو، وشنو يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا اخواني نرحموا بعضياتنا، يعني ونغطي النظر، عين وحدة كما قالوا أهل السلف، عين وحدة نشوف فيها داكشي المزيون، وعين وحدة يعني نخبعوا بها داكشي المساوئ والعيوب. وسبحان الله العظيم، هنا كنتذكر واحد المقولة ديال الإمام مالك رحمه الله. اسمع يا أخي المشاهد، اسمع، إمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام المضحي رضي الله عنه ورحمه الله، اسمعوا جيدا. قال الإمام مالك رحمه الله: أعرف أناس لم يكن لهم عيب فخاضوا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوبا. وقال كذلك يا إخواني إسمام الكلام ديال الإمام مالك، قال: وأعرف أناس كان لهم عيب فستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم. ونطلب الله يا أحبابي يستر العيوب ديالنا كاملين، وكنحييكم بتحية الإسلام، وتقبل الله صالح الأعمال. أحبابي حتى لا أنسى هذه المقولة، مقولة مباركة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جملة ما أوصى بها، يعني سيدنا علي رضي الله عنه قال جملة وهو يبين أهمية الحج. نعم يا أحباب، بأنه رمز بقاء الإسلام. الحج يا أخي المشاهد، الحج هذه الشعيرة المباركة، الحج نطلب الله يحرمنا رب العالمين، الله لا يحرم شي مسلم يعني من زيارة ذاك المقام. يا إخواني نطلب رب العالمين يا أحباب ما يحرمش شي مسلم من زيارة ذاك المقام، مقام إبراهيم اللي قال في حق ربي من دخله كان آمنا. نعم جدد النبي يا إخواني، نعم يا إخواني أشقل للحج، بس جاء أبرهة جاب الجيوش دياله بغي يهدم بيت الله، ها بيت الله الحرام. أشقال الشرفة المقولة مشهورة، أشقال قال إن للبيت ربا يحميه. لا تبالي خليك، الدين هذا هذا الدين عنده مولانا. نعم يا إخواني، رب العالمين قال وتكتب في المقول، اش قال رب العالمين؟ اش قال سبحانه عز وجل؟ إن الله كيأكد، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمول الشقاد بالأمر دياله، له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه عز وجل. نعم يا أيها الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذا كلام الحبيب يا إخواني، والحديث صحيح يا عم عند الإمام البخاري. نعم، وفي رواية أخرى يرويها الترمذي رحمه الله: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث صححه الألباني. وأهل العلم يا إخواني يعني كيستدلوا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، رفث يعني أهل العلم قال لك يا أخي يعني هو الجماع. نعم والله أعلم. فيا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أهمية الحج شنو قال صلى الله عليه وسلم؟ الوسام ديالك يا أخي الحاج، إذا مشيتي حجيتي بالنية، أعظم حاجة في الحج هي النية، حسن النية وخلص العمل ديالك لله عز وجل. كيما قال لك واحد، قال لك أنا مشيت، قال لك الدوار كلشي يقولوا له هو الحاج فلان، هو الحاج، قال لك إلا أنا كيقولوا لي بوعزة. نعم يا أحباب، كاين هاد المركز هاد اللغة، نعوذ بالله. خلص العمل ديالك لله، أي عمل لله 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 لله، كلشي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء لله يا إخواني. تصدق لك تصدق لله، حتى ذاك القفة اللي كتعمرها من السوق لله. خلص العمل ديالك لله يا إخواني. نطلب الله عز وجل يجعل العمل ديالنا خالصة لوجه الكريم يا أحباب. نعم أيها الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيعطي للحاج اللي كيمشي يحج بيت الله الحرام وكيجي يعني كيعمل هذاك الشيء كما ينبغي. رسول الله أخبرنا يا أحباب بهذا الوسام الكبير، قال لك يعني كيرجع
يعني بحال هاد ولدات امه. نعم هذا كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا اخواني الكرام كنحييكم تحيه طيبه وعيدكم مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. نعم يا اخواني الكرام هذا حبيبكم ومحبكم عمر ابو حفصه يحييكم والى اللقاء وشكرا لكم على المتابعه. دمتم في رعايه الله يا اهل الجود والكرم. السلام عليكم.